السلام عليكم خوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم عندنا سيزيكي واحد اخرى، هذه كحله بون لا 6-4، مش كيما مش سويفت ولا حاجه. هذه فيها مشكل تاع لاروم تاعها لي زربره كام، درت عليها ديجا خطره فيديو، حبيت نحي الموتور وما قدرتش، لي بونوم فارين ما قدرتش. قلت له لك انا هبط لك الموتور كامل وتديه للترنار تشوف اللي يقدر ينحي لك لي بولون لي مفارين. قال لي مانيش واجد، خلي بور لو مومون. بون زدنا قعدنا ما بليش 4 أشهر 5 أشهر ولا دركا، وجابها دي سيدا باه ينحي الموتور باسكو علاه كي تسخنو يسينيالي له الزيت. من وين يسينيالي الزيت؟ يسينيالي من لي باليت على لي زربراكام هذوك اللي يخصو فيهم دو بولون. دوك كي نحلها من عندهم كم يخصو فيهم دو بولون، حاكمين مكسرين لداخل لي بولون في لاكيلاس. هذوك كي تسخن الطوموبيل تولي لابريسيون دويل تخرج على الربراكام، على هذيك اللي يسينيالي له الزيت في الرالونتي. دركا دي سيدا باه ينحي الموتور كامل ونخدمو على الصح باذن الله. باسكو ديجا جاني عاودت له تاع واحد فاميلته وداها الحمد لله راهي نورمال، ما بقات تنقص الزيت ما حتى شيء. تاع فاميلته زرقاء وهدية تاعو هو، الله غالب هو باسكو داها ديجا عند ميكانيسيان وخدعو. واش راح نقول لك، ما نحبش نهضر على الكلمه هذيا، تحتمت داها عند ميكانيسيان ولعبوا به في صدور لي بولون وما خدمولوش خدمه صحيحه و فصل وقاعدة تجور كما راهي خسروها برك. تفصل دروك نحلوها بإذن الله، وبزيت حتى ما فرغتش الماء بس كما زالت شوية سخونة، اللي نحل البركة من فوق ونشوفه بإذن الله وش كاين بعد مع بعضنا. السلام عليكم خوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم عندنا سيزيكي واحد اخرى، هذه كحله بون لا 6-4، مش كيما مش سويفت ولا حاجه. هذه فيها مشكل تاع لاروم تاعها لي زربره كام، درت عليها ديجا خطره فيديو، حبيت نحي الموتور وما قدرتش، لي بونوم فارين ما قدرتش. قلت له لك انا هبط لك الموتور كامل وتديه للترنار تشوف اللي يقدر ينحي لك لي بولون لي مفارين. قال لي مانيش واجد، خلي بور لو مومون. بون زدنا قعدنا ما بليش 4 أشهر 5 أشهر ولا دركا، وجابها دي سيدا باه ينحي الموتور باسكو علاه كي تسخنو يسينيالي له الزيت. من وين يسينيالي الزيت؟ يسينيالي من لي باليت على لي زربراكام هذوك اللي يخصو فيهم دو بولون. دوك كي نحلها من عندهم كم يخصو فيهم دو بولون، حاكمين مكسرين لداخل لي بولون في لاكيلاس. هذوك كي تسخن الطوموبيل تولي لابريسيون دويل تخرج على الربراكام، على هذيك اللي يسينيالي له الزيت في الرالونتي. دركا دي سيدا باه ينحي الموتور كامل ونخدمو على الصح باذن الله. باسكو ديجا جاني عاودت له تاع واحد فاميلته وداها الحمد لله راهي نورمال، ما بقات تنقص الزيت ما حتى شيء. تاع فاميلته زرقاء وهدية تاعو هو، الله غالب هو باسكو داها ديجا عند ميكانيسيان وخدعو. واش راح نقول لك، ما نحبش نهضر على الكلمه هذيا، تحتمت داها عند ميكانيسيان ولعبوا به في صدور لي بولون وما خدمولوش خدمه صحيحه و فصل. وقعدت تجور كما راهي خسروها برك. تفصل دروك نحلوها باذن الله، وبزيت حتى ما فرغتش الماء بس كما زالت شويه سخونه، اللي نحل البركه من فوق ونشوفوا باذن الله واش كاين بعد مع بعضنا. كاين حوايج حاب نوضحهم، حنا ما نعرفش نعملو في الفيديوهات باه نتعلمو
نتعلم منهم، ولا رانا نعملوا فيهم للناس اللي طالعه جديده وتحب تتعلم الميتي هذايا. انتوا مش نعملوا في الفيديوهات والواحد يقلق في روحه ويعطر روحه على الخدمه ويزيد يعمل له مونتاج من بعد ويحطه في اليوتيوب وبها الناس تتفرجوا ويلقاو لي زاستيس ويلقاو حوايج. انا ما بقيناش نحوس على لي زاستيس ولا نحوس على اي حاجه. صح هذا مش راح نقول راني متعلم كل شيء، ربي سبحانه يقول لك ما اوتيت من العلم الا القليل. انا مش راح نكون جيني ولا انتوني. هذا هو على هذيك اللي نعطيو في فيديوهات باه الناس تتعلم، الصغار اللي طالعين ولا يحبوا الميكانيك ولا حاجه يعرفوا الموتور تاع الطوموبيل هذيك كيفاه قاعد، يتعلموا ديزاستيس من الموتورات هذوما يطبقوهم في موتورات اخرين. هذا هو الميكانيك هي وحده فهمتوني، هي بحر الميكانيك، وهي الميكانيك تاع الطوموبيلات كل اي محسوب ميكانيك وحده تختلف من بعد في حوايج بركه، كل دوله وكيفاه تصنع الحاجه هذيك. هذه هي مي البرنسيب راه واحد فونكسيونمون تاع الموتور. هذا هو قام لي بولون تاعها نربمو جو ربعة ويت، هذا فيها الديس وهذا مكسر ديجا تحت هذيا، راني نحل فيها من الفوق هكا غير باه نحي تخرج نعاونها باه تخرج السخانة باه يبرد الموتور ونزربو شوية في الخدمة. باسكو كيما قلت لكم الواحد لو يعطل في روحه ويعمل لكم يعمل في فيديوهات الناس تتعلم. مارغري عندي خدمه بصح معليش ماذا بينا انه نعيو الناس ونعلموا الناس يستفادوا من فيديوهاتنا ومعلوماتنا. هاهم اللي قلت لكم يخصوا كاين واحد محطوط حطام هنا او اش عليه، هذا في زوز بولون واحد وهذه بولون واحد برك، وبلا الاخرين مبدلين. ها واحد ديس وواحد ويت، هذا هنا كيف واحد ديس وواحد ويت. بس كيف يدير لي راهم كسروهم بدا خطره وقالك لقرطوا فيهم تاع اللي جابوا الديس باسكو المفتاح يعطيهم لاما يجي مداير، وعندها نشفع لها الربراكام ضربها ببوانت وسيد باهي يعرف الكراج بس انا حطو فيتاس وندورها. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التالية: سبسكرايب، لايك